كنوبات نتيجة القلق، نتيجة الخوف، أنت تضغط على نفسك، تضغط بشكل، وهذا ينعكس على صحتك وينعكس على نفسيتك بشكل سلبي. الاستراحة، أخذ استراحات. من تشوف نفسك تضوج من القراءة، لا، أخذ استراحة، أقرأ ساعة، أخذ الاستراحة 10 دقائق كذا، هذه حتى لو رحت فتحت انترنت أو كذا، هذه أو تشرب لك شاي، تشرب قهوة، أو يعني ترتاح شوية كذا، هذه تطلع برا شوية مثلا فت 15 دقائق، تروح للمحل تجي كذا عادي، أوكي، بس ترجع تقرأ. بالك وين يم القراءة؟ مجرد استراحة، استراحة تكون لجسمك، استراحة تكون لدماغك حتى يرتاح، ما يصير أنت فوق فوقه، لأن نفسيا تتعب ودماغك يتعب وجسمك يتعب، فلازم تأخذ فترات استراحة. أقرأ ساعة، استراحة فد ربع ساعة 10 دقائق، أرجع أكمل وأتواصل وهكذا.